نحن نهنئ كل العالم الإسلامي والشعب العراقي خاصة بعيد الفطر المبارك، ونعم الأمن والأمان في ربوع كل العراقيين وكل الإسلام في كل أنحاء الدول العالم. إن شاء الله هذه الإنجازات في المحافظة، اليوم الأعمار في محافظة الأنبار كبير جدا، ولكن بعد العيد عندنا أكثر من 300 مشروع في المحافظة تمت المصادقة عليها، وسوف تباشر هذه المشاريع بعد العيد مباشرة، من بناء مدارس وكلية وكليتين في الزراعة، كلية الزراعة، وهناك أيضا بناء مستشفى الرمادي العام تخصص له أكثر من تقريبا 31 مليار. نهني الشعب العراقي الكريم والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، ونهني الشعب الأنبار خاصة بهذه المناسبة الكريمة، ونوعد أهلنا في محافظة الأنبار، نحن باقون على العهد، سوف يتم هنالك لدينا في المستقبل القريب أو في الأشهر القادمة هنالك أكثر من 200 مشروع سوف تنهض بمحافظة الأنبار، وكذلك هنالك استثمارات كثيرة في سبيل القضاء على البطالة وامتصاص العيد العام الموجودة في محافظة الأنبار. نهني العالم الإسلامي والعراق وأهل الأنبار بشكل خاص بقدوم عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعلى أهل الأنبار بالصحة والسلامة والأمان والاستقرار والإعمار. نعاهد أهل الأنبار سنكون سيوف بتارة تقف بوجه كل من يريد زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في هذه المحافظة. المحافظة تنهض من جديد بسواعد أبنائها من رجال ونساء المحافظة وحكومة الأنبار بشقيها التشريعي والتنفيذي لاستكمال مشاريع الأنبار في كافة أقضية المحافظة، لإعادة الحياة مرة ثانية لخدمة مواطنينا وأهلنا، وإنهاء كافة المخيمات وعودة كل أهالي الأنبار إلى مدينتهم العزيزة والعيش مرة ثانية بتعايش سلمي وأمني واجتماعي من جديد. بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ الشعب العراقي ونهنئ أهلنا في محافظة الأنبار بهذا العيد، نتمنى أن تكون مناسبة للتسامح والمحبة والتكاتف، لأننا اليوم بأمس الحاجة، وعيدنا الحقيقي عندما نجد عراقنا خالي من الأوجاع ومن الفساد ومن المتطفلين، وإن شاء الله نتمنى السعادة للجميع.